مرحبا بكم في أولى محاضرات مسلك علم النفس، ويتعلق الأمر بوحدة علم نفس النمو والتعلم. من ضمن المحاور التي سوف نعالجها في هذه المحاضرة هناك ثلاث عناصر. هناك مدخل عام، وسوف نعالج بعد ذلك أهمية علم نفس النمو والتعلم، وأخيرا سوف نعرض أهم محاور محاضرات علم نفس النمو والتعلم. لا أحد يجادل اليوم في كون التعلم هو تلك الإشكالية الكبرى التي أصبحت تطرح نفسها وبإلحاح شديد على الفرد والمجتمع برمته، أي على الباحثين الذين تهمهم إشكالية هذا التعلم ويسعون جادين نحو إيجاد يسعون إلى إيجاد حلول لهذه الإشكاليات التي قد يطرحها هذا التعلم. كذلك المربين أو المربون والآباء والمهتمين بمجال التعلم. لماذا يكتسي موضوع التعلم أهمية كبرى؟ فعندما نتحدث عن التعلم فإننا نتحدث عن تغيير السلوك، نتحدث عن النشاط الذهني، ونتحدث عن سبل تقوية القدرات والمهارات التعلمية التي من شأنها تغيير السلوكات وتطويرها نحو الأفضل، ومن شأنها تكوين مهارات لدى الفرد وتكوين أيضا مهارات لدى المجتمع. فالمجتمعات الصناعية الحالية صارت تلح على ضرورة الاهتمام بإشكالية التعلم من أجل تكوين مهارات من شأنها الرقي ومن شأنها تطوير هذه المجتمعات الصناعية. لماذا تهتم السيكولوجيا بإشكالية التعلم؟ لأن إشكالية التعلم تنتمي لصلب السيكولوجيا ولصلب التكوين ولصلب الانفتاح على المدرسة المغربية. فهذا الموضوع يدخل ضمن اهتمامات السيكولوجيا، والسيكولوجيا تسعى جادة لفهم هذا التعلم و للقدرة على تفسيره وتوجيهه وتعديل السلوكات التعلمية، والقدرة فيما بعد على حل المشاكل المتعلقة بالتعليم. السيكولوجيا تهتم بالحالات العادية والحالات غير العادية المعيقة للتعلم، وتبحث بذلك عن حلول لمختلف المشاكل التي من شأنها إعاقة هذا التعلم. السيكولوجيا في شقها التطبيقي بالضرورة تهدف إلى تعزيز التعلمات وحل مشاكلها واضطراباتها. لماذا تمت برمجة مادة علم نفس النمو والتعلم، أو ما هي أسباب برمجة هذه المادة؟ فهناك أسباب علمية تدعو الطلبة إلى الانفتاح على هذا التيار أو هذا الفرع من فروع علم النفس، وهناك أسباب عملية وأسباب تكوينية، أي أن الطالب من خلال تكوينه ومن خلال انفتاحه على هذه المادة ومن خلال تطويره مستقبلاً لقدراته التعلمية ومن خلال انفتاحه على سبل التعلم وعلى استراتيجيات التعلم وعلى مشاكل التعلم، فإنه بذلك يكون قدرة علمية وعملية تمكنه من فهم هذا التعلم ومن القدرة فيما بعد بعد تكوينات عالية القدرة على حل جزء من المشاكل
المعيقة لهذا التعلم أو المرتبطة بهذا التعلم. فما هو علم النفس، النمو والتعلم؟ بطبيعة الحال علم نفس النمو والتعلم هو علم سيكولوجي ينتمي لعلم النفس، أي أنه فرع من فروع علم النفس، وينتمي بالضرورة لعلم النفس المعرفي، لأن علم النفس المعرفي يهتم أساساً بدراسة النشاط الديني، والتعلمات تتم عبر هذا النشاط الديني. ومن الناحية المنهجية، فإن المنهج التجريبي هو ذلك المنهج الذي تتبناه السيكولوجيا المعرفية في معالجتها لإشكالية أو لموضوع التعلم. فمتى بدأ الاهتمام بالتعلم كموضوع بحث علمي؟ منذ استقلال علم النفس عن الفلسفة انصب اهتمام كثير من الباحثين على دراسة موضوع التعلم، وبالتالي كانت هناك ثورة ضد منهج الاستبطان، وكانت تدعو إلى تبني المنهج التجريبي العلمي. إذن بدأ الاهتمام بالتعلم كموضوع بحث علمي منذ تبني أيضا اختيارات علمية ومنهجية دقيقة، أي منذ تبني المنهج التجريبي. فما هو إذن هذا التعلم؟ هل هو قابل للملاحظة؟ هل هذا التعلم، هل يمكننا ملاحظة عملية التعلم وهي تتم على المستوى الذهني؟ أم هو تغير على مستوى السلوكات؟ أم هو انبناء ومعالجة ذهنية؟ ما هي التعريف التي خص بها هذا التعلم؟ فمن ضمن التعاريف هناك التعلم هو اكتساب للطرائق التي تجعلنا نشبع دوافعنا أو نصل إلى تحقيق تغيير على مستوى السلوكات. التعلم هو تغيير في السلوك نتيجة لاستثارة معينة، هذا تعريف ينتمي للمدرسة السلوكية، أي أن التعلم هو الذي يحقق لنا تغييرا على مستوى السلوكات. فعندما نتعلم مهارة السياقة مثلا، فإن سلوكات السياقة تتغير، لأن المهارة هي التي تقود، أو التعلمات الجديدة هي التي تغير السلوكات التعلمية أو المهارات التي تصبح بارزة وواضحة عبر الأداء، أي عبر فعل السياقة مثلاً. التعلم هو نشاط يتم من قبل الفرد وهو يؤثر في نشاطه المقبل، هو نشاط أي دينامية داخلية تتمظهر عبر نشاط الفرد المقبل، يعني أن الحالة التي هو عليها الفرد عند التعلم سوف تتغير ويصبح نشاطه أو يصبح أداؤه أكثر تطورا. التعلم هو عملية تعديل في السلوك أو الخبرة. تعريف هذه التعاريف الأربع هي متقاربة فيما بينها، لكن مفهوم هذا التعلم ما يزال غير دقيق ويبدو أنه غامض وعام. التعلم إذن هو سيرورة معقدة وغير قابلة للملاحظة، لأنه لا يمكننا ملاحظة هذه التعلمات عند قيامها وعند نشأتها وتطورها.
هو تغير دائم في السلوك، عملية تقوم بإعادة تنظيم بنيات المتعلم، عملية اكتساب معارف جديدة. فالتعاريف تبدو كما قلنا عامة وليست خاصة ودقيقة. التعلم بالتالي هو مفهوم صعب التعريف وغامض وغير قابل للملاحظة المباشرة. وبالتالي فإننا نستدل على التعلم من خلال الأداء. وما الفرق بين التعلم والتعليم؟ التعلم هو الهدف الذي يرمي إليه فعل التعلم، والتعليم هو مجموع الأنشطة والاستراتيجيات التي تتم وفق برنامج محدد ومنظم تسعى إلى تحقيقه عملية التعلم. التعلم قد يكون ذاتي وقد يكون غيري. التعلم وعلم النفس. لا شك أن التعلم هو تلك الإشكالية الكبرى والجوهرية والقضية الأساسية والهامة التي يهتم بها علم النفس، لما لها من أهمية في حياة الفرد وفي حياة المجتمع، ومن خلالها تتمظهر تغيرات السلوك وتغيرات القدرات والكفاءات. فهذا الموضوع هو المبحث الهام في السيكولوجيا ذات البعد المعرفي. هنا نؤكد ما سبق وقلناه، وهناك تعدد التيارات التي اهتمت بالسيكولوجيا، وهذا التعدد يؤكد لنا مدى أهمية هذا الموضوع أو هذه الإشكالية أو هذه القضية. النظريات السيكولوجية التي اهتمت بالتعلم كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر. هناك النظرية السلوكية، وهي أول نظرية اهتمت بالتعلم، وهناك النظرية التكوينية البنيوية، ونظريات أخرى تنتمي لعلم النفس المعرفي وعلم النفس المعرفي الاجتماعي. فما مدى أهمية علم النفس النمو والتعلم؟ علم النفس النمو والتعلم يهدف إلى تقديم فهم حول عملية التعلم، أي تفسيرات علمية دقيقة. علم نفس النمو والتعلم يسعى كذلك إلى التمييز بين حالات السواء وحالات الاضطراب خلال الوضعية التعلمية. علم النفس النمو والتعلم يسعى كذلك إلى تقديم حلول وتوجيهات علمية من شأنها النهوض بعملية التعلم. علم نفس النمو والتعلم يشكل بالتالي مرجعية سيكولوجية علمية وعملية، أي تطبيقية خاصة بعلم النفس، قد يأخذ بها علم النفس التربوي، لأن علم النفس التربوي هو المجال التطبيقي لعلم النفس. أخيراً سوف نعرض أهم المحاور التي الخاصة بهذه الوحدة ونجملها فيما يلي. هناك مدخل عام، وهناك العنصر الآخر أو المحور الآخر سوف نعرض من خلاله أهم النظريات التي تطرقت لموضوع التعلم، وبعد ذلك سوف نعالج بعض الاضطرابات النمائية لدى الطفل من قبيل التوحد ومن قبيل متلازمة داون، وأخيرا سوف نعرض بعض اضطرابات هذا التعلم كعسر القراءة وعسر الكتابة وعسر
الحساب، والمراجع عديدة في هذا الاتجاه. هناك مراجع عربية مغربية وأخرى فرنسية، ومن أهمها لمعرفة الاضطرابات مجموعة من الاضطرابات هناك DSM-5، وهناك مراجع كثيرة في هذا الباب. إلى هنا نتوقف ونلقاكم في المحاضرة اللاحقة. شكرا وإلى اللقاء.